السلام عليكم. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن النيماتودز. لمجرد التذكير، حكينا في عنا الورم أو الهلمنتس، في عنا التريماتودز، في عنا السيستودز، في عنا النيماتودز. حكينا عن التريماتودز في أول لابين، حكينا عن السيستودز في اللابين الماضيات، واليوم رح نحكي عن النيماتودز. بالنسبة للنيماتودز رح نحكي في لابنا لليوم عن ثلاث أنواع رئيسية. النوع اللي هو الأول اللي هو الأسكاريس لامبركويدز، النوع الثاني الهوكوورمز بنوعينه الأنسيروستوما دودينالي والنيكيتور أمريكانس، وآخر نوع رح نحكي عنه هو السترونجولويدس ستيركوراليس. رح نبلش أول إشي في الأسكاريس لامبركويدز. الأسكاريس لامبركويدز اللي هي نفسها دودة الأسكارس، الكومن نيم لإلها هي الراوند وورم، زي ما انتم شايفين بالصورة تحت. أصلا بتكون هي في راوند دائرية زي ما انتم شايفين. الأدلت لإلها بيكون وين موجود؟ بيكون موجود بالسمال انتستن للإنفكتد هيومن. كيف ممكن يصاب الإنسان بالإنفكشن؟ عن طريق إنه إيش صار كونتامينيشن انجستشن، لأي كونتامينيشن بإيش؟ بالإيج اللي هي الإنفكتيف ستيج، سواء كانت في الصويل موجودة أو في الفيجيتابل أو في الدست. الديفينيتيف هوست لإلها هو الهيومن. الدياجنوستيك ستيج برضو إيش اللي هي الإيج في الفيسز، ما في عنا أي انترميديت هوست، فبالتالي اللايف سايكل لإلها هي عبارة عن دايركت لايف سايكل. بالنسبة للدودة، هون في عنا سبريت سكسس، في عنا ميل وفي عنا فيميل. الشكل بشكل عام سواء للميل والفيميل التنين هن عبارة لونهم عن ايفوري وايت بيكون. عنا الفيميل تقريبا طولها بيكون نصف متر، الميل اقصر من الفيميل تقريبا نصف طول الفيميل، فهو ربع متر طوله. بالنسبة لللايف سايكل لإلها هي عبارة عن لايف سايكل بسيطة جدا. بتبلش أول إشي بالفيسز. الفيسز للشخص المصاب هون رح يحوي على الإج، لكن هون لازم نعرف إنه الإج في الفيسز رح تكون عبارة عن نوعين من الإج، الفيرتيلايزد إج ماشي اللي هي إيش الإج الملقحة، وإيش والأنفيرتيلايزد إج اللي هي إيش الإج اللي ما تم تلقيحها. لما نيجي نحكي عن دياجنوستيك ستيج بنحكي انه التنتين هن عبارة عن دياجنوستيك ستيج. ليش؟ لانه التنتين ممكن اشوفهم في الفيسز، فبالتالي ممكن اشوفهم تحت الميكروسكوب واعمل تشخيص لوجود دودة الاسكارس في داخل هذا الانفكتد هيومن ماشي. لكن لما نيجي نحكي عن اي واحدة منهم رح تكمل لتسبب الانفكشن للهيومن، اكيد مش الانفيرتيلايزد ايج، لانه الانفيرتيلايزد ايج اصلا هي غير ملقحة، فما رح تنتج لي ايش الامبريو ولا رح تعمل لي اللارف ماشي. في عنا الفيرتيلايزد ايج، هاي الفيرتيلايزد ايج هي اللي رح تكمل في عمليات الديفلوبمنت. طبعا هاي الفيرتيلايزد ايج رح تكمل عمليات الديفلوبمنت، رح تصير فيها انقسامات متعدده، ورح يتكون عندي مين؟ اللارفا. هاي اللارفا اللي رح تكون ايش في الفولي ديفلوبد ايج اللي هي الانفكتيف ستيج للاسكارس لامبركويدز. شو الاشي اللي رح يصير في داخل الهيومن بودي؟ في داخل الهيومن بودي اول اشي رح يبلع هذا الهيومن هاي الايج عن طريق تناوله للطعام او الشراب او اي اشي ملوث بهاي الايج في الفم. بعد ما يبلعه رح توصل للسمول انتستين. في السمول انتستين رح تفتح هاي الايج وتخرج منها ايش اللارفا. هاي اللارفا بتعمل هاتشينج للانتستينال وول، بتروح على البلد ستريم. من البلد ستريم رح تنتقل لايش؟ للليفر، ومن الليفر رح تروح للرايت لوب للهارت، بعدين رح تروح لللنج. بعد ما تروح لللنك رح تروح لوين؟ للأفيولاي. في داخل الأفيولاي رح يصيرلها إيش؟ عملية إيش زي كأنه خلع للجلد، اللي هي عبارة عن عمليات اللي هي بتصير فيها نضوج لهاي اللارفا، بنسميها مولت. فالفيرست مولت يتم في الأفيولاي في اللنك. بعد ما يصير الفيرست مولت في الأفيولاي رح تروح للبرونكاي، بعدين للتريكيا، بعدين لللارينكس، بعدين للإبيغلوتس. بتم بعديها إيش؟ بصير عنا بلع لهاي اللارفا، وبترجع لي مرة تانية للستوميك، ومن الستوميك للإنتستين. في السمول إنتستين رح يصير عنا إيش؟ اللاست مولت اللي هي بتخلع جلدها للمرة الأخيرة.
في شغلة نسيت أحكي لكم إياها اللي هي الفيرست مولت. الفيرست مولت حكينا بتم وين؟ في الأفيولاي. فلو جاكم سؤال وين بتم الفيرست مولت، هو في الأفيولاي. لكن هذا المولت ما بتم لمرة واحدة في الأفيولاي، بتم لمرتين. مرتين بتخلع جلدها في الأفيولاي، ماشي؟ اللي هي عبارة عن الفيرست مولت، ماشي. الفيرست مولد بتخلع جلدها للمرة الأولى بالأفيولاي، السكند مولد كمان بتخلع جلدها في الأفيولاي، وفي نهاية المطاف اللي هو اللاست مولد رح تخلع جلدها للمرة النهائية وين؟ في السمول انتستن. فكم عندنا، كم بصير، كم مرة بصير عندنا مولتينج أو تغيير للجلد؟ 3 مرات، مرتين في الأفيولاي ومرة وين؟ في السمول انتستن. في السمول انتستن هون بتكون وصلت بعد آخر مولت لإيش؟ للنضوج الكامل. الميل بيكون ناضج والفيميل بتكون ناضجة، فبصير عندنا إيش؟ بصير عملية إيش؟ إنتاج للفيرتيلايزد إيج والأنفيرتيلايزد إيج، وبترجع تعيد الدائرة من أول وجديد. حكينا الخصائص العامة لهاي الدودة إنه عندنا في الفيميل والميل التنين لونهم أفيوري أيفوري وايت، ماشي. حكينا إنه الفيميل أكبر من الميل تقريبا، طول الفيميل 0.5 متر، الميل تقريبا نص طولها فهو 0.25 متر. وزي ما أنتم ملاحظين إنه الفيميل في نهاية التيل هو ستريت بوستيريور إند، بتكون إيش؟ مستقيم البوستيريور إند لإلها، لكن الميل فراح تشوفوا إنها هي عبارة عن إيش؟ كويلد بوستيريور إند، بتكون ملفوفة. هاي كمان صورة تانية للميل والفيميل، بغض النظر مبين إنه الفيميل أطول من الميل، وكم شايفين الكويلد إند في الميل. طبعا بالنسبة للمورفولوجي للأدلت، الأدلت الدايجستيف سيستم عنده ببلش في إيش؟ في الماوث. في عنده فم، هذا الفم يحوي على 3 lips زي ما أنتم شايفين هنا. هاي الثلاث مثلثات اللي شايفينها قدامكم هي عبارة عن 3 lips للأسكارس لمبركويت. نيجي للإكس. حكينا في عنا fertilized egg وفي عنا unfertilized egg. لو تلاحظوا في الصورة واضح جدا انه الفيرتيلايزد ايج رح تيجي ايش؟ راوند تو اوفل، ماشي. لكن الانفيرتيلايزد رح تكون ايش؟ مالها الونجيتد، ماشي. رح تكون كتير اطول من الفيرتيلايزد ايج، فبتكون واضحة انها انفيرتيلايزد ايج، غير انه الفيرتيلايزد ايج واضح في داخلها انه في كيس للجنين، ماشي. امبريونيك ساك على عكس الانفيرتيلايزد ايج. كمان الها في بالنسبة لل الغلاف في عنا ثيك كياتين شل، ماشي. وبالنسبة للانفيرتيلايزد ايج بيكون عندها الشل، لكن ايش مالها؟ بتكون ثينر، ارفع من الفيرتيلايزد ايج. طبعا احنا اصلا لو نيجي نشوف الثري لايرز بتكون موجودة، الايج رح يكون فيها الثري لايرز. الطبقة اللي بنحكي عنها الطبقة الداخلية بنسميها الفيتيلير ممبرين، هاي الطبقة اللي هي مباشرة عند الإمبريو بتكون نمبرميبل. يليها مباشرة الكياتينوس إكشل، في حالة الفيرتيلايزد إيج بتكون ثيك إكشل، لكن في حالة الأنفيرتيلايز بتكون ثيك إكشل. آخر غلاف اللي هو الغلاف الخارجي بنسميه ألبومينس لاير، هاي الألبومينس لاير هو هي اللاير اللي بتعطي الإيج لونها الأصفر. ففي حالة كانت الإيج تحوي على الألبومينس لاير اللي هي الطبقة الأخيرة بنسميها إيش؟ كورتيكيتد إيج. هاي الكورتيكيتد إيج لونها أصفر. شو سبب لونها الأصفر؟ بسبب إيش؟ بسبب الألبومينس لاير، ماشي. لكن في حالة اختفى أو انشالت هاي الألبومينس لاير اللي هي إيش؟ الطبقة الخارجية، بنسمي الإيج بتبطل كورتيكيتد دي كورتيكيتد إيج. ليش دي؟ من إزالة، ماشي. فهي كورتيكيتد ايج في حالة احتوت على الألبومينس لاير، ودي كورتيكيتد ايج إذا ما احتوت على الألبومينس لاير. وفي حالة انزالت هاي الألبومينس لاير اللي بتعطي اللون الأصفر للإيج، راح تتحول للإيج لونها من أصفر إلى إيش؟ ترانسبيرنت، راح تصير شفافة وكلرلس، ماشي. هاي هون واضح في الإج اللي هي عبارة عن الإج اللي ببلشت توصل لآخر مراحل النضوج، بيكون عندنا واضح فيها إيش؟ اللارفا اللي موجودة في الداخل. شايفين إنه الأوتر لاير شو مسميناها؟ ألبومينس لاير، واللي أعطت الإج لونها الأصفر. الطبقة الداخلية اللي هي الثانيوليك ممبرين اللي هي عبارة عن إيش؟ الفيتيلاريا ممبرين.
والطبقة الوسطى اللي هي الكايتونوس إكشل، شايفين الإمبريو اللي هو عبارة عن اللارفا. هون هاي هي عبارة عن فيرتيلايزد إيج، لكنها إيش ديكورتيكيتد إيج، شايفين لونها كيف صار ترانسبيرنت، وحتى الصورة اللي فوق هي بجوز من الصبغات أو هيك واضحة، لكن هي برضو عبارة عن ديكورتيكيتد إيج. يعني شوفوا هي دي العملية، لما نحكي عن كورتيكيتد إيج بتحسوا حواليها زي هيك زي كأنه في تعرجات، لكن شايفين هون هاي تعرجات من الأس، سواء الصورة اللي تحت أو الصورة اللي فوق تعرجات مش كتير واضحة، يعني حاسين زي كأنه في حواف لإلها على عكس الصورة اللي شفناها قبل شوي، فهي عبارة عن ديكورتيتك. طبعا هاي الصورة بتوضح لك إنه الأسكاريس لامبركويد كيف ممكن تعمل في الجسم. طبعا هي تحتل السمول انتستن، ماشي، فهي إذا صار ضل الإنسان يصاب بالإنفكشن رح يعمل بلوك للانتستين. فشايفين هنا شايفين الاعداد الرهيبه من الاسكارس اللي تم ازالتها من ايش، من امعاء شخص مصاب. هسه رح نحكي نبلش عن النوع الثاني اللي هو الهوك هورمز. بالنسبه للهوك هورمز في عندنا نوعين، في عندنا الانسيلوستوما دودينالي وفي عندنا النيكيتور امريكانس. طبعا في عندنا النوعين هذول كل واحد لكم النم خاص فيه، الاولد وورد هوك وورمز اللي هي الانسيلوستوما دودينالي، والنيو وورد هوك وورمز اللي هي ايش النيكيتور امريكانس. الادلت بيكون موجود ايضا في السمول انتستين. كيف ممكن يصاب الانسان بالانفكشن؟ عن طريق الانفكتيف ستيج، لكن ايش هون في اشي جديد بالنسبة للانفكتيف ستيج. احنا بالعادة كنا نحكي عن الانفكتيف ستيج عن طريق الانجستشن في الغالب، صح؟ هون لا، هون الانفكتيف ستيج اللي هي بنسميها الفيلاريفورم لارفا. الفيلاريفورم لارفا رح تعمل بنتريشن للسكن للهيومن، يعني بتكون موجودة في السويل، ممكن الهيومن تعمل بنتريشن للسكن بالذات للقدم، تدخل على الجسم عن طريق البنتريشن لايش للسكن في الهيومن. الديفينيتيف هوست لإلها الهيومن، ما في عنا اي انترميديت هوست، فهي عبارة عن دايركت لايف سايكل. الانفكتيف ستيج اللي هي الفيلاريفورم لارفا، وهي عبارة عن الثيرد ستيج لارفا، ماشي. دياجنوستيك ستيج بالنسبة لللايف سايكل، اللايف سايكل بسيطة، رح تبلش بالانفكتد هيومن. بالنسبة للانفكتد هيومن في الفيسز، الأدلت رح ينتج لي ايش الايج في الفيسز، بتكون عبارة عن ان امبريونيتد ايج. هاي الايج ايش رح يصير لها؟ في حالة وجود الظروف المناسبة خلال يوم ليومين رح تطلع منها الفري ليفينج لارفا اللي هي الفيرست، الاول ستيج رح نشوفه عندنا اللي هو الرابديتي فورم لارفا، ماشي. هاي الرابديتي فورم لارفا بحاجة إلى تقريبا من 5 إلى 10 أيام لتتحول للإنفكتيف ستيج اللي هي الفيلاري فورم لارفا. هاي الفيلاري فورم لارفا لديها القدرة أنها تضلها في السويل في حالة وجود الظروف الملائمة من 3 إلى 4 أسابيع، ماشي. لما تكون موجودة بالسويل رح تكون موجودة على اتصال مباشر مع الهيومن، خد بالذات اللي بيمشوا حافين بدون ما يكونوا لابسين اشي في رجلهم، فمباشرة شو رح تعمل؟ رح تعمل بنتريشن للسكن، وغالبا السكن تبعت الايش، تبعت القدم، ماشي. بعد ما تعمل بنتريشن للسكن رح تدخل على البلد فيزل، من البلد فيزل رح توصل للهارت، من الهارت ل اللنج، في اللنج رح توصل للأفيولاي، بعدين للبرونكيال تري، للفارينكس حيث يتم بلعها، ومن لما يتم بلعها رح تروح لوين؟ للسمول انتستين. في السمول انتستين رح يبلش الأدلت، لما يتطور لأدلت رح يبلش في إنتاج إيش؟ في إنتاج الإكس. بالنسبة للسكوليكس أو الهيد، فيه إيش؟ فيه البقة الكابسول. هاي البكة الكابسول اللي هي التجويف الفموي، فيه two pairs of teeth، يعني عنا ايش؟ زوجين من الاسنان. هسا زوجين معناته كم سن؟ 4 أسنان زي ما انتو شايفين. هاي الايج للانسيلوستوما دودينالي، راح تلاحظوا انه الاكشل لها شفاف زي كانه في ايش، في عنا داخلها انقسامات، هاي بنسميها 4 تو 8 سيل كليفج، لانها هي عباره عن ان امبريونيتد ايج. هاي الفيلاريفورم لارفا، وراح نحكي عن خصائصها مزبوط. هاي طبعا شكل الدوده بتكون موجوده في القدم.
هسا رح نحكي عن النيكيتور امريكانس. بالنسبة للنيكيتور امريكانس بنسميها النيو وورد هوك وورم، بتكون موجود الادلت لها في السمول انتستن. طريقة الاصابة بالانفكشن هي نفسها، بنتريشن للسكن للثيرد ستيج اللي هي الفيلاري فورم لارفا اللي هي الانفكتيف ستيج، ديفينيتيف هوست لهيومن ما عندي اي انترميديت هوست، دايجنوستيك ستيج هي الايج في فيسز. بالنسبة للأدلت اللايف سايكل هي نفسها اللايف سايكل للأنسيلوستوما ديدينالي. بالنسبة للأدلت فيه البكل كابسول التجويف الفموي، يختلف عن الأنسيلوستوما ديدينالي بأنه إيش عنا one pair of cutting blade. لو نرجع لصورة الأنسيلوستوما ديدينالي راح تلاحظوا عنا two pairs of teeth، عنا أسنان، لكن هون one pair of cutting blade، لوح بيكون زي لوح قطع موجود عندنا، شايفين هاي اثنين موجودين. اما بالنسبة للايك فهي thin smooth hyaline shell، لها غلافها بيكون شفاف. في عندنا 4 to 8 cell cleavage an embryonated egg، هي نفس تقريبا هي نفس الايك للانسيلوستوما ديدينالي. نيجي هسا آخر واحد من النيماتودز في لابنا لليوم اللي هو عبارة عن الاسترونجولويدس استيركوراليس. بالنسبة للاسترونجولويدس استيركوراليس اتسمت الاسترونجولويدس استيركوراليس باسمها، هذا كلمة سترونج لأنها عبارة عن دودة قوية. ماشي، ليش هاي الدودة قوية؟ هاي الدودة قوية أول إشي لأنها ممكن تعيش بأكثر من شكل. أول شكل ممكن تعيش إيش as a free worm، يعني ممكن تكون تعيش في الطبيعة وما تعتمد على أي host، تعيش as a free worm إيش in soil. ماشي، ومو عندها القدرة تعيش على شكل إيش باراسايت في الهيومن، فهي عبارة عن إيش عبارة عن facultative باراسايت. هاي الفاكولتيتيف باراسايت ممكن تعيش على شكل باراسايت لكن ممكن تعيش بشكل فري ايش زي ما بدها هي في الطبيعة. هاي اول شغلة. تاني اشي عندنا الفيميل لإلها رح تكون موجودة في الميوكوزا للسمول انتسن. ماشي، هاي الفيميل رح تكون قوية رح تخلي الميل لهاي الدودة ايش اوتسايد الميوكوزا، بضلوا باليومن. ماشي، هاي تاني سبب. ثالث سبب انها عندها القدرة على انها تعمل اوتو انفكشن، ترد هي الدودة نفسها الموجودة في جسم الانسان تعمل لي اوتو انفكشن، ورح نحكي عن هاي بالتفصيل لما نحكي عن اللايف سايكل. ماشي، اذا هي سترونجولويد ستيركوراليس هي دودة قوية عندها القدرة على انها ايش تعيش از فري وورم او تعيش از باراسايت اول شغلة. تاني شيء الفيميل لإلها بتعيش وين؟ في الميوكوزا للسمول انتستين، وتقوم بطرد الميل لوين؟ لليومن. ثالث شيء اللي هي كان دو اوتو انفكشن، ممكن تعمل لي اوتو انفكشن، ورح نحكي عن الاوتو انفكشن لقدام. الكومن نيم للسترونجولايتس استيركوراليس اللي هو الثريد وورم، وين بتكون موجوده؟ في السمول انتستين. كيف يصاب الانسان بالانفكشن؟ انه الفيلاري فورم لارفا بنتريت ذا سكن اوف ا هيومن، الديفينيتيف هوست هو الهيومن، ما في عندي اي انترميديت هوست فهي دايركت لايف سايكل. انفكتيف ستيج الفيلاري فورم لارفا، الدياجنوستيك ستيج هي الرابديتي فورم لارفا. هون اختلفوا عن اللي قبلهم كان الدياجنوستيك ستيج هي الايج اللي موجوده في الفيس، صح؟ هون لا، هون رح يخرج عنا الايش الفيست ستيج في الفيسز اللي هو ايش الرابديتي فورم لارفا. بالنسبة لهاي الصورة في عنا A و B و C. بالنسبة ل A و C هن both females، انتو شايفين هون عنا ال egg صح؟ ماشي، وعنا التنتين فهن عبارة عن female، لكن عنا ال B اللي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن الميل. بشكل ملحوظ بغض النظر عن اي حالة من الحالات فالميل دائما هاي شايفين اصغر من الفيميل. طب شو الاختلاف بين الميل A والميل C؟ الفيميل عفوا A والفيميل C، الاختلاف بيناتهم انه هاي بالنسبة لشكل الفيميل يختلف شكل الفيميل اللي موجودة في السويل عن الفيميل اللي موجودة وين؟ في الهيومن. ماشي، اول اختلاف بيناتهم شايفين في عندي ايش بنسميه فالفا، صح؟
بالنسبة للفالفا بالفيميل، الصورة هي الفيميل اللي موجودة وين؟ في الهيومن. بالنسبة للسي هي الفيميل اللي موجودة في السويل. الفالفا في الصورة الأولى اللي هي إيه اللي موجودة في الهيومن بادي بتكون عبارة عن شو؟ بتكون موجودة لو قسمنا الدودة أو قسمنا اللارفا إلى ثلاث أقسام، هي موجودة في الثلث الأخير من اللارفا. لما نطلع على الفالفا في الصورة سي فهي موجودة إيش؟ في المنتصف، ماشي. هذا هو عبارة عن أول اختلاف بيناتهم. تاني اختلاف اللي هو إيش؟ اللي هو شكل الإيسوفيجس. بالنسبة للإيسوفيجس اللي موجود في الرابديتي في اللارفا اللي موجودة بالسويل بيكون عبارة عن رابديتي فورم إيسوفيجس، مشان هيك سميناها أصلاً رابديتي فورم لارفا، ماشي. هاي الرابديتي فورم لارفا موجودة في السويل، ليش سميناها رابديتي فورم؟ لأنه الإيسوفيجس لإلها أصلاً هو عبارة عن رابديتي فورم إيسوفيجس. بالنسبة لللارفا اللي موجودة في الهيومن الفيميل، الإيسوفيجس لإلها فيلاري فورم إيسوفيجس، مشان هيك سميناها فيلاري فورم لارفا، ماشي. واضح A اللي موجودة في الهيومن و C اللي موجودة وين؟ في السويل. والموجودة في الهيومن أطول من الموجودة في السويل، أما B فهي عبارة عن الميل. نيجي هسا لللايف سايكل. شايفين انتو اللايف سايكل حاسين هيك كتير كبيرة، لكن هاي مش كتير كبيرة لدرجة اللي انتو شايفينها فيها. اول اشي رح نبلش من ايش؟ من الانفكتد هوست. رح نشوف ايش؟ رح نشوف انه في الفيسز لإله دياجنوستيك ستيج اللي هي الرابديتي فورم لارفا. بالنسبة لهاي الرابديتي فورم لارفا في السويل عندها طريق من اثنين في السويل ممكن تسلكهم. اول طريق انه في حالة كانت الظروف غير ملائمة، الرابديتي فورم لارفا رح تخلع جلدها مرتين، رح صير لها مولتن توايس، وتتحول من الرابديتي فورم لارفا لايش؟ للفيلاري فورم لارفا، اللي هي في حالة وصلت لكونتاكت مع السكن رح تعمل بنتريشن للسكن وتسبب لي الانفكشن، ماشي. ففي اول حالة ظروف غير ملائمة بتتحول من رابديتي فورم لارفا لفيلاري فورم لارفا. هاي الفيلاري فورم لارفا عندها القدرة على انها تعمل الانفكشن لأدر هيومن. الخيار الثاني في حالة كانت الظروف ملائمة، في هذا الظروف كانت كويسة، بصلها مولتن فور تايمز، ماشي. اربع مرات بتخلع جلدها بتتحول من رابديتي فورم لارفا ايش؟ لأدلت وورم فري ليفينج، ادلت وورم. مش حكينا هي عندها القدره على انها تكون فري ليفينج، فبتحول عندنا ايش؟ للفري ليفينج ادلت وورم. هدول الفري ليفينج ادلت وورم فيميل والميل بينتجوا لي الايج عن طريق عمليه الفيرتيلايزيشن. هاي الايج في داخلها بتكون ايش؟ الرابديتي فورم لارفا، تخرج من الايج وتتحول ايش؟ الى الايش؟ الفيلاري فورم لارفا، وبتعمل لي انفكشن للهيومن. ف الطريقين في خارج الهيومن بادي، الرابديتي فورم لارفا ظروف غير ملائمة بتعمل مولتن توايس بتتحول لفيلاري فورم لارفا بتعمل انفكشن، ظروف ملائمة بتعمل مولتن فور تايمز بتتحول للأدلت، الأدلت بعطيني الإيج والإيج بتعطيني الرابديتي فورم لارفا، والرابديتي فورم لارفا تتحول إلى الفيلاري فورم لارفا، ماشي. طيب بس تعمل بنتريشن عادي نفس ايش؟ نفس اللي حكينا عنهم قبل شوي، البنتريشن للبلد ستريم، للهارت، لللنج، لتوصل يصير لها سمولينج مرة ثانية، وايش؟ تروح للانتستينال الهيومن، ماشي. خلينا نشوف في داخل الهيومن. في داخل الهيومن، ماشي، رح تكون الفيلاري فورم لارفا حكينا بتروح من اكثر من مكان لتتحول لايش؟ للادلت في الانتستين. هذا الادلت رح يعطيني الايج، الايج اللي بتكون ايش؟ بتكون موجوده بكثره في الانتستينال ميوكوزا، ماشي. بتخرج من الانتستينال ميوكوزا ايش؟ على شكل ايش؟ الرابديتي فورم لارفا. يعني هاي الايجز رح تخرج منها الرابديتي فورم لارفا من داخل الهيومن بودي، فرح تشوف الفيزز مين؟ الرابديتي فورم لارفا. نيجي هسا حكينا الاسترونجولويد ستيركورالس قوية لأنها ممكن تعمل لي أوتو إنفكشن. كيف ممكن تعمل أوتو إنفكشن؟ أول حالة في حالات الإمساك، الشخص المصاب إذا كان مصاب بالإمساك، هاي الرابديتي فورم لارفا رح تضل فترة في إيش؟
في الانتستن، ما راح تخرج من الانتستن وتتحول من رابديتي فورم لارفا لفيلاري فورم لارفا، فبتعمل لي ايش؟ اوتو انفكشن. ماشي. وين اكثر مشاكل الاوتو انفكشن؟ مشاكل الاوتو انفكشن في الاشخاص اللي ايش عندهم مشكله في جهازهم المناعي، الاميون كومبرمايزد بيرسون. في الاميون كومبرمايزد بيرسون لما يكون عندنا اوتو انفكشن وكل شوي بيزيد اعداد الادلت اللي موجودين، رح يصير في عندنا لارج نمبر من هذا الباراسايت موجود في كل التيشو. ماشي. هاي الرابديتي فورم لارفا. بالنسبه للرابديتي فورم لارفا، في عندنا البكه الكافيتي، هو عباره عن شورت بكه الكافيتي، هذا اللي بيميزها. وبعدين في عندنا نقطه اسمها مسميها جينيتال بريموردم. ماشي. هون كثير واضحه هاي البكه الكافيتي، هون اوضح الشورت بكه الكافيتي. هسه في مقارنه بين الرابديتي فورم لارفا لا السترونجولويدس سكيركوراليس، والرابديتي فورم لارفا لمين؟ لا الهوك وورمز. فرق بيناتهم بالبكه الكافيتي. البكه الكافيتي او البكه الكنل عفوا، راح تكون شورت بكه الكنل في الرابديتي فورم لارفا السترونجولويدس سكيركوراليس، وراح تكون لونج في الهوك وورم زي ما انتم شايفين. السترونجولويدس سكيركوراليس بالنسبه للفيلاري فورم لارفا زيها زي الرابديتي فورم، لها شورت بكه الكافيتي. في عنا الجينيتر بريموردم. التيل، لاحظوا التيل في نهايته هو عبارة عن نوتش تيل. شو يعني نوتش تيل؟ يعني زي كأنه مقطوع التيل في نهايته. ماشي. عنده لونج إسوفيجس، والفيلاري فورم لارفا هي الاكتيف ستيج. بالنسبة للهوك وورم فيلاري فورم لارفا، هناك حكينا السترونجولويد ستيركوراليس شورت بكا الكافيتي، هون لونج بكا الكافيتي أو الكنال. هون حكينا هناك permanent genital primordum، هون small genital primordum. هناك كانت notch tail مقطوع، لكن هون pointed tail. هناك كان long esophagus، هون short esophagus. in both cases هي عبارة عن infected stage. هون صورة أوضح للnotch tail والpoint tail. هاي genital primordum. ماشي. هاي هون واضحة بالصبغة تحت، هاي المنطقة نسميها جينيتال بريموردم. وهنا كمان صورة للجينيتال بريموردم.